أيثما سويت مع الزوار المتابعين موقع ريفتو داي، نضحب بزيكم نهارا غايش حلقات جديد من برنامج تاغيميت. الحلقة يا ثاني تيث وسيد ذكرى اليوم العالمي للمرأة 8 مارس، وخاصنا الزوان السيور الموضوع عن ثمغاث قياريف الوضع عايز حاليا ذي مخيري جيج نهاض من يتواب ترنزيج نهار وخا ذي زرفاني نس مقنا غاسا مخجان غاث مغاث كشو كان مطن قل موضوعا نستضف داكي المغ جن أستاذة انت حقوقية وفاعلة جمعوية في الحق النسائي أستاذة زهراء قوبيع. نضحف زيك من نهارا أتقليق شو وشكرا كنت لبعين من الدعوة ستوفيق. سؤالة غادي مزقالو أستاذة المغ زمغت بشو ديجن فكرة عامة الوضعيان ثمغاث قاريف حالياً الوضعيان ثمغاث قاريف مخجلو زي ما وقعشي لأنه تعفند بزاف، ولكن وتجيبوش حاجة تقدم بزاف، لأنه أحمر يساور كل الوضعيان المرأة قاريف نساور كل الوضعيان يمكن ثمغاث قاريف المغربي كمل، ولكن عارف شوية خطا أحمر يساور كل الوضعيان نساور كل مجموعة من الحوايج مثلا نساور كل الحقوق الاقتصادية الحقوق الاجتماعية الحقوق الثقافية الحقوق البيئية الحقوق السياسية واش ثمغاث قاريف غاس الحقوقاتنا واش غاس الجينجي يمكن قيم جموع عن الجوانب بأنه نضاف خلي الإحصائيات الرسمية تمثبين بأنه ضمغتنا ريفتا في جانبة أخيرة قي المجالات المدمرنة سيدا السيور خل أمية بأنه إقليم الحسيمة انتج لكس أعلى نسبة الأمية لكس كتازي 64 قيمية من ضمغارين يجان أمية قي العالم القرار مرن سيدا السيور طم دروس الفتاة قي العالم القرار وإذا نجيرين دي مزيان اللي قيتها في المدرسة بأنه انتف أقل نسبة وجيبوا أقل ولكن أقل دي رتبة ويسنين إنه يسدرتها ما بعد أزيلال ما بعد يعني بيحنجيرينا يجمع تفنشير مدرسة مرن سيجن إحصاء تما بالنسبة إيش ديجن الرقم تما مخيف بأنه زقي كتازي 16,000 تلميذة دي العالم القراوينا دي يعني جارف دي الكامبون الحسيمة جيت مدرسة أنت في 90 جيت إيطالو مدرسة ثانوي يعني زقي 16,000 طاوضن 90 قلت المشكل يعني مخيفة بزاف قلت المشكل ماشي المشكل واش المشكل اللي أموخ نتسرى إحقاق الوالدين وتجان شي سيسن دابا حضاق العقلية تاع قايلين فيهن غاسنا زجي فموزرو قايلين قاعدين مادام يسير في جي سطغى يعني غاسنا بضغطها ولكن ما تفوت ذاتي اللي جات تما بقى ما يتجدوا لا كيما انايا ما يتجا الفاعلين السياسيين كيما انايا ما يتجا الجماعات المحلية كيما انايا راه ذاتي كان منطقة الهضر المدرسية خلي الذكور خلي غير الذكور ياسر لان خلي الشباب روح حنجان كي العالم القراوي زكي العدد اوانتي اتفق الى شي 450 كي طاوضوا زكي العدد زكي 25,000 كي جان التلامذ كي الابتدائي شي 450 كي طاوضوا غير الثانوي زكي البادية يعني ناري لا ارقام ما نسيبر مثلا شحال من دمغارين يتجان غاسن حق كي راميد كارف شحال من مارين يتجان غاسن حق كي الصحة شحال من مارين كي تمتن كي سبيطار وخصني دي سوار حد وخصني دي تكحد و طب ظنش ممكن يوكا جمعية طب الأرقام الأرقام رسمية سبيطة تقعدوا نطيشي الأرقام رسمية ولكن تسري مثلا رخبة قيد شارق قثان بسيدة طالقة موف قثان بسيدة طالقة قيم مفاسوحة موش قثان تنسي محمد داقس قثان ضانت داقس تسند غرغي مدان شركان تسند العائلة في الشركة فقارك مثلا المركز الاستماع بأنه راح آخر حالة بسيد غانا بأنه يجب أن نمغاد تسيد مثلاً أطارو بسبيطة أخا أستاذة فأنت قصيت السؤال بعد هنا كجمعية ملتقى المرأة من تقدم يثمغاث في المنطقة؟ ما كنا نشين تسمى الدور الأساسي لأنه ديني يخلي ده 4 ساعة من المليئة الزوز في الجمعية هذا من كل شيء نشقى بأنه الدولة يخصصت الواجبين نشني كجمعيات يخصان غاني للدورنا بأنه أنغط الدولة باش تلك الواجبين لأنه شين تخجص الضرائب تخجص الضرائب كمواطن كمواطنة باش تيري الدولة اي خوفا الصحة اي دوفا التعليم باش يوفا السكن ماشي تخجص الضرائب وقاسني جمعية المجتمع المدني يخصك مثل المحاربة الأمية يخصك صغامي حاموشان يخصك توفا خدمات صحية نشني من عنا الدور الجانب هذا وبأنه بالفعل نتقدم خدمات مثل المحاربة الأمية المغاربة ولكن بالخصوص لمحاربة الأمية القانونية باش تبغى تتسن حقينس تسمعني الزو تحت صغير حقينس نخدم تمخ باش المفاهيم النشويه ديال العقليه النشويه التوافطه مثلا التلاميذ ديال المدارس الاباء الامهات نسمو بانه من حق صديقه في البرنامج
برنامج مثلا الطبيعه حقوق الانسان المساواه بانه خليتش نتا حجاب غنحقها تكمل تيغورينا ما حنجي خصهاش محترم كي داخل المؤسسه غنحقها تخلص الشعبيه خصها تخدم نخدم في البرنامج مثلا التعاونيات النسائيه بانه ممكن تغاس برنامجين صغار غاس الصنعه بوفوسينس مخيخ جا ممكن تواصل في ناس ممكن جا ممكن تزن الصنعه في ناس نتعاوني شي حاجه باش تزن غانا مركز الاستماع نظن إيجاد قدام الخدمات مثلا المغاربة مثلا غاس مشاكل سواء القانون غاس مشاكل تما أميات قدام سجن الدعم مثلا مجلس بريد ماني خصها تراح ماني خصها تك ومن بعد تغيما القضاء بأنه خصها تك الدور الإنسان لو سيدة الزهرة غيجيو سقسي خصها مسقسي كاينة الوضعية تما غاسجنها كاريف ذروخها ما دينش نتغير منيني نسولك العالم القروي روح كيف ندنت تميل انديريش مثلا شي حاله اللي تصادق الاعلام تصادق الاعلام القروي من عيني منسين واش الحاله تما مثلا الحاله تعني مثلا حاله تعني يتبان لك روحها يتجاكتا ولكن نسينتي لانه يمكن من عيني الاعلام القروي صح لان جنها يبان لهم غادي الزمه تشد هي الى الموضوع وانت تما تغيما بانه الطابو خصو خص نساو هادشي قادر يبقى حشومه ولكن روح هذه مغارين وظنت بأنه تسدد الشركة تعرضي للعنف وجد الحالات مثلا لما في الطغس 60 سنة عاد تسدد الشركة تسمى لزوى الطلق لأن قازي الشافية تينا يتجد مغارين ولكن تسدد الشركة ما زيد ندين تنغزي زغطة الأغلبية المغارين يدي تسنزي البادية يدي تسند الشركة دي مغارين ندندين لأنه يسهل خاص تسني تروح المحكمة تسني تروح خاليا الاستماع تسني بأنه تروح المحامي تقل ملفو لكن لما غزي الكامبو والسين شيخ اللي ماني غادي ماني غادي مثلا دازو الشهاده اللي زياد باش تطلب النفقه والسين شيخ خصك يصرح باش تسمع استطاب زي البلديه وغاتشي الزوجيه وغاتشي الحاله المدنيه مثلا دازو تعرض للعنف دازو شهاده طبيه مثلا ما يصاوبش الشهاده الطبيه تقاس المرافقه تروح للاستطاب باش مساعده اجتماعيه قصدي المعاينات والشهاده الطبيه ولكن زعما واش غياني ولا شنو غادي كاين تما ما يعني على حسب كل جن على حسب كل جن ما كيتفهم لا مش تما خلو خلينا نسوي روح مثلا خل الاسواق النسائيه مثلا ندوز الشاي ان شاء الله نسوق السوق نبغى الفنان الصغار عادي تجي بعدا ويجي شي ولكن تحاول بانه تسوق مثلا واش لان حمرين تسرى روحها من تسرى مثلا الراي العام يا كلشي ديال المغربي كما قايف ويا غن قادي غادي نتفوند هنايا نقولها نتفوند هنايا نبغى نتفوند هذا الماكازين شنو نجنها نسمي نوضي غادي نروح ندير السوق السنة ما غادي نروح نخدم تقيار كيكاس قطع عندي منديز قد عندي الجوز حتى شنطاب يعني قادر سنة إجنا غير تفرض إجنا غير النشاط الاقتصادي روح ماشي وقع بالحق عاد روح خدمت يمكن لأنه جو شي حقوق تما وديني شي الاعتراف بأنه حيث ويا غير ديال المناطق ديال المناطق على السبيل عاد روح غادي غادي نخدم لأنه الهجرة مثلا شحال الهجرة نعرف سواء في السبعينات يمشي غير النموذج من المغاربه بانه قيم ديالو درين تراجع داكاز دي سقاد ماندا ولكن الهجره الثمانينات نيغ التسعينات نيغ 2000 بالخصوص الشباب الاسبانيا من دابا مشى وشنا بانه الشباب هو كلشي ذي مغاربه فوندي دا تنجح مثلا تراح دروك كامبا او غزان كلشي دا في المغاربه اللي كيخدم دا في الجاح ما لا يبقى زعما واش يجي شي تغيير با نقرا يجي شي حاجه للتغيير بالفعل غادي نلقى وظن راح نضاد غان ممكن نطرح السبيطار ممكن نطرح ولكن زعما شي تغيير سموغيكا لا بانه الوضعيه نبغى التمازيغ نشقى بانه تما يمكن الى قت على حسب مين قا الى قت حسن زيرو الى غاس الحقوق قطا الى غاس القيمه الاجتماعيه قطا قطا زيرو ولكن مهم انش نلقى قانون كوريجني الجانبي المغني ان التعنيف المرأة الاقتصاد ديال المنطقة كاريف ما تما كيف كيف في المناطق الثانية ديال المغرب ني غدا نيتي كثر ني قل على حسب تما الجايج جنب بعض الارقام قلقة بانه غير بعض المناطق ديال الحسيمة التعنيف كثر بخصوص ديال المناطق الكتامات دائرة الكتامات داكيست ديال العنف كثر على حسب بعض الارقام توراها رسميا لانه الارقام الرسمية غنمشيو غنمشيو ولكن بالنسبة لي يعني كل الوالد تسنديد اكيد في مغارين تشركان تختار غنغيالي في جن حاجة النظريه بانه ذي حاموشين الزواج القاصره تزيد مده من المغرب ملي جاي يكمل غان الزواج القاصره تما بزاف غنمشي لحسيمه بالخصوص لانه بزاف من الحالات طرحت الزوجيه اللي طنجه انا اللي تطوان والسمح نجي تسند الحسيمه ديك الزوجيه لان الحسيمه قضاء تما المحكمه تسهل
تيش تسهل الزواج القاصرات قلق الحاله الاجتماعيه قاتل قاتل وما نيغاس تاثيرس ايضا لانه حملت السبب في الزواج القاصر السبب في الامور النظم الاغلبيه ويدي تاسن مثلا حاله من الطلاق يدي تاسن غانشين ديال الجمعيه تاسن دي تيح نجي لينا ميا لي مزيانين دمرك بي 16 سنه بي 17 سنه ديال 18 سنه وتافد شي لاس ضغط الحاله نلعب مثلا النام غاتمرك هو ميلا غاس 27 سنه تاعهم قليل ياك تسنديد الاغلبيه كاينين مزيانين الحالات الطلاق عاود تسنديد ميلي حنجرين تي مزيانين تما ديري الجن ملي العنف من ايضا لان العمل بالخصوص 2015 نزرى حالات الاغتصاب بصفوف قصيره بزاف بعدا جن شهرين وقع ثلاثه حالات الاغتصاب القاصرات شهرين وقع ثلاثه الحالات شتنقي داكيس شتنقي بوعياش شتنقي يارواضي ديج المحاوله لاختطاف الاغتصاب القاصر بمزوعه إيه يعني معنيات ما يتبينك بأنه والمعنيين سويني قا بأنه الحالة الاغتصاب أمتينا يخص ديرين الأحكام ديرين صارمة بعد سنين وديرين شي الأحكام قا عام عامين درت سنين بالعكس إذا نط إلى خزا بعدا كير خبا زرا غيجي الحالة تعني في نجم ماضي طنجة وشي ما زريت المهم زريغ تما درجة ضربي ذي سي قوكا زي ناس دي ناس تما فظيعة وشي ناس عام وقيلة 1000 درهم بحكم ما يعني لانه في غياب يجي القانون للعنف ضد النساء لان شي ديال المغرب عاد غنغبوا العنف سي 2016 تسمى تحكمت نص قانون عادي بانه بالخصوص العنف داخل الازواج يعتبر شي ديال العنف لانه داينو مثلا ما غندو سين ديال المحكمه سقات لنا محكمه الاستئناف الجنايه ولكن اجازي وتضمغات الناس سقات لنا محكمه الاسره يعتبر بانه نزاع اسري وخا ينفيد وخا سيني نطلب سجن قانون خاص للعنف ضد النساء القانون باش هذه حما تما غادي مغارينا يتجني تعرض لي للعنف وان كان بالنسبه لي شقا بينا ودي الاولويات اكيد كلشي غاس الاولويه لانه العنف ضد النساء ماشي الاولويه تنقراض الاولويه ولكن يمكن بالنسبه لي التربيه التعليم الاولويه الاولويات لانه مره في المجتمع غرا صدم غدوا كاز غا في المجتمع مثقف غاد المجتمع يسن حقوق الانسان غاد المجتمع غاس المرجعيه الناس منيا يجعل بانه خلي الظواهر فينا من خمس سواد الظاهره العنف من الظاهره من الاغتصاب بانه تيرينش واخا سؤال اخر سؤال بالحقيقه شخصي من انا الموقف هنا مزال مساله المساواه ديال الارث بين الرجل والمراه نيش الموقفين الشخصي لحقاش الموضوع وانت اللي تريج مجدد باقي المغرب وتمنى نجي صوت على حقوق الانسان يدعي المساواة بن كيراني قال لا كحكومة ويبدا نمشي نشير اخو بانه ديال المغرب يتجا التحايل لجانبه القانون يتجا التحايل ديال القانون ديال جانبه من مين يجي انا مزكارو مزكارو غنضمغط دوار الطامغط اكاي فلوس الاغلبيه تكتيشي لانه تيجات تما بقى راس ما نهار من غاكوا غازي الزرخي هذا في غير عقل لانه غير غطل بزيت ما صلاموات تمر غانا كيس قطع العلاقه دونك قرص الجيتي روحنا قاتليني تما اش ناقص هذو ديني الحالات النغني بانه يبدا غاسن غاسن نقرا الا ما تقني تاري يجيس تيري عادي الداي تاري يجيس هي قبل ما تيري تاري بغات نسبه الثلث تما تحيا النص القراني بانه نزرت كي الدراسه الاخيره فوتكي الاسبوع ديال الجرائد بانه الثلث المغاربه بحال هي القانون ديال الجانبه وانت القانون في النص القراني النص القراني احنا نساوي الحين المهم بالنسبه لي شنو القانون بالاساس لانه النص القراني ايضا ذاك القراءات متعدده ديال الجانبه وانت ولكن نيش الموقف الشخصي بانه حمريت سوارد خطا قاسوم المسؤوليه داخل الاسره سوارد بانه مدونه الاسره قرك في حاله ما اجازي عجز وزماشي اللي صافا ويناس لما غتخدم غتبوسين تصرف ضرايس الواجب وكنمشي بانه قال مدونه الاسره الحاليه بانه الواجب اجاز ما غنغاتين صغار ما غتصرفو غتصرف شي غتصرف حقتي تعال الحكمه بانه غتصرف شي خلاوينس وان كان واخا تصرف نسيتي شي الحق باش تغاس ديري الولايه خلاوينس مثلا زمات الناس نتكسيزين انتقازين مدرسه مدرسه زمات نتي باسابورتي خصها تسيوافق الاب خصها منايا من يقى يقرك بانه ضمغاس خلي بنتاس تخدم خلي بنتاس غاس الاملاك ينس ممكن تقول الاملاك ينس وبانه ثقافه من الارث لانه خلي المجتمع الامازيغي
المجتمع الامازيغي مخ نتسرى بانه يرودي مني بو التمييز جان وداز الطمغه قلت وثنتا في الى تحكام ثنتا في تخلي حاليا ندير بعض المحاكم مثلا دي الشرق بالخصوص دي الشرق بانه المحاكم تحكم سجن قانون قانس الكد والسعايه بانه ضمغتنا يتلقى كوكازينس تيش ناس الحق ازكن زي من غسا كوكازينس زكن عوامي مركن قانس حق الكد والسعايه بانه نتات ومن زكامي من في قاعد لي نتا تخدم درا برس المازيغ من قارص اللي ثاني درا روحها بشي جواب مباشر مع او لا لا مش كتقدميه وكمناضله مساواه ديال الارث بعدا كمناضله الجمعيه المغربيه لحقوق الانسان يتجند مساواه ديال الارث ماشي مع ماشي نهاره وانما الجمعيه المغربيه لحقوق الانسان مجموعه الجمعيات النسائيه بانه زكي 2007 تساوم طالب المساواه ديال الارث جان وقاس طمغات ديال المغرب ووفق لان المغرب ما يصادق المواثيق الدوليه لحقوق الانسان يصادق اتفاقيه القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المراه من بين البنود ديال نفس المساواه ديال الارث صحيح دونك ما صدقش الاتفاقيه وقال بانه قد الدستور قال المواثيق الدوليه تسمو على القوانين المحليه طبق والا انضبط حتى الناس نسين تخرج هاد القوانين التنظيميه السياسه كان مغلق تسنس داك التحايل داك التنظيميه استاذ الزهراء نشكاش بزاف القبول التعاون ما كيفنا اذنيتي زوار موقع عرفت داي ديرين وضغطنا يعني الحلقه نشكاشكم خليتنيكم في المتابعه نكونوا دائما مغاكم قمره ماشي مقترحات ماشي مواضيع ممكن نتناول اذن نتسكم وشكرا مره اخرى نتقابل.